اكتر برنامج من برامج حضرتك قريب لقلبك قوي؟ كلهم اولادي بمعنى الكلمه، وكله اغار عليه جدا. لا انكر ان نلقى الاحبه كان اول برنامج واتعمل بالكامل في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم، كان اول مره اطلع في التلفزيون بعد عودتي من المدينه المنوره 40 يوم بحضر ونلقى الاحبه دون ان ادري ان انا هطلع في التلفزيون، بحضره لمجرد ان انا حابب ان انا احضر على خطى الحبيب، وايضا من المدينه المنوره، وكنت اخلص البرنامج وانزل اقعد جنب بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلت بروح المدينة المنورة إلى الآن، وقف عندي حاجة أساسية آخر يوم وأنا ماشي من المدينة، أروح قدام بيت النبي وأقول له أنا على العهد يا رسول الله. هي أفضل، ما زلت بعملها لغاية النهاردة. لما حد يقول لي أنا رايح المدينة وأنا بقالي كتير ما روحتش، أقول له سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقول له عمري خير، بيقول لك أنا على العهد يا رسول الله. برنامج حياة الإحسان أغار جدا، لو حد قال لي أما البرنامج بتاع زمان ده كان حلو قوي، أقول له طب وشفت برنامج السنة اللي فاتت؟ هي غيرة الحلم والشغف على الجديد. فآخر العنقود دايما هو أغلى الأبناء، كذلك البرنامج.